لم تعد أغاني البحر تضرب هؤلاء الصيادين هنا في ساحل قلعة بمديرية رضون بشبوة. فمنذ عام كامل على أسرار تيابالا وأدوات صيدهم على هذه الحال. تيابالا جاتنا هذا وغرقت عين السنابيق والمكاين وصابرين الناس من سنة ولم تطون أي شيء. لطالما ارتبطت حياة هؤلاء الناس بالبحر واستأنسوا بمداعبة أمواجه منذ نعومة أظافرهم، إلا أنهم بين عشية وضحاها خسروا معظم أدواتهم نتيجة الفيضانات المدمرة. تعبنا وراحت مكايننا في السيول وقاربنا ولا حد الآن لن يعوضونا بأي شيء. الضرر من شبالة راحت مكاين حوالي 70 مكينة انتهت وحوالي 70 قارب. الآن هذا 70 الشخص يعيلون من فوق 500 شخص 700 شخص كل واحد وراء واحد، هذا ناس يعيلون أسر. معظم السكان هنا يعملون في هذه المهنة وهي المصدر الوحيد لدخل أكثر الأسر التي تعيش ظروفا صعبة أجبرت حتى الأطفال للمخاطرة بحياتهم ومساعدة أهاليهم في طلب الرزق، كما هو حال الطفل قصي ذو 13 عاما. نحن نشتغل في الصيد ونحن ندرس، لما تجي العطلة نروح البحر عشان نجيب حق أكلنا. رضوم التي تمتاز بشريط ساحلي يمتد طوله لأكثر من 280 كيلومترا وتمد كافة مناطق شبوة بمختلف أنواع الأسماك، تعاني اليوم من تداعيات الإعصار بعد أن تكبد الصيادون خسائر فادحة في أدواتهم المتواضعة، كما خسروا أيضا منازلهم، على أمل أن تتحرك الجهات المعنية ومنظمات الإغاثة لإنهاء معاناتهم وإعادة الأمور إلى طبيعتها لتستمر عجلة الحياة. إبراهيم حيدرة، قناة بلقيس، شبوة.